لاعب الشاب خير نعادة الفريق الذي كان المولودية تقريبا كان الفريق الذي أو الأنصار الذين يحتاجون إلى فريق. نظن بأن الآن المعادلة أصبحت صحيحة لحد الآن بهذه النتائج الإيجابية المسجلة. ملعوبة داخل مدخل ملعب الرأس يا سلام. أول أهداف المباراة عبد اللوي يفتتح باب التسجيل لمصلحة المولودية في الدقيقة 54. موساوي لم يتمكن من هذه الكرة الصعود والارتقاء وسنشاهد كيف كانت هذه الكرة الثابتة والتمريرة الحاسمة من بالليل المنفذ يبحث عن رأسي المدافع عبد اللوي القائد يمنح الأفضلية والتقدم لأنصار المولودية فوق المدرجات. سنشاهد نشاهد الآن الفرحة الكبيرة. هيا ملعوبة على الرأس الارتقاء الجيد ربح الصراع عبد اللوي وبقدمي بالليل القدم الساحرة تقدم مرة أخرى تمريرة حاسمة وكأن قدم بالليل مضبوطة يا إما على تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة. هو يقدم التمريرة السابعة منذ بداية الموسم ربح عبد اللوي الكرة وربح